ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. شي جلام منزله 5 فاونديشنز، وكتير مننا بنات مش بتبقى عارفه تشتري مين فيهم بالظبط، فان شاء الله انا بقى جايه النهارده عشان بالظبط افنط لكم الفاونديشنز كده واقول لكم كل واحد بيعمل ايه والمين. اختيارك للفاونديشن كده هيعتمد على كام حاجه: نوع بشرتك، شكل بشرتك، عايزه ايه من الفاونديشن، وهتستخدميه امتى. فتعالوا بقى نبدا من الاول خالص كده. دول اول 2 فاونديشنز نزلوا، ده اول واحد نزل وبعديه نزل ده. هو ده شكله اتغير دلوقتي يعني، بس الكلام بقى عليه مختلف، بس هو يعني. اول واحد اللي هو الشي جلام كومبلكشن برو لونج لاستنج مات فاونديشن، واللي نزل بعده على طول اللي هو السكين فينيت هايدريتنج فاونديشن. دول انا هستخدم كل واحد فيهم في نص من وشي عشان تشوفوا الفرق ما بينهم قدامكم. فخلينا نبدا باللي هو غطاء اسود ده اللي هو المات فاونديشن. مات فاونديشن يبقى على طول لبشره مختلطه ودهنيه، فحتى من ملمسه كده على الايد هتلاقوه تقيل، مش اللي هو بيجري كده. شايفين كده قوامه على الايد عامل ازاي؟ فانا كده هاخد كده بالفرشه الكابوكي دي، هبدا اطبطبه كده شويه على ايديا. انا مرطبه وشي الاول طبعا، لازم قبل اي فاونديشن ترطبي بشرتك برضو بالمرطب المناسب لنوع بشرتك. وهاخده بقى هنا كده. الدرجه اللي بستخدمها دي ساند في الاثنين فاونديشن دول، الاثنين ساند. ده احلى حاجة فيه ان هو تغطيته متوسطة او فوق المتوسطة بشوية، وقابل للبناء لتغطية اعلى كمان. وخلينا متفقين ان كل الفاونديشنز اللي معايا النهاردة بجد حلوة جدا على البشرة، شكلهم كلهم على البشرة حلو. فبصوا كده، خليني اقرب لكم شوية. شايفين شكله؟ انا ما لسه ولا دمجت ببيوتي بلندر ولا اي حاجة، بالفرشة بس، مفيش اي خطوط ولا اي حاجة، لان كمان زي ما بقول لكم انا يعتبر فردة وفرشة كده على ايديا وعلى الفرشة كلها، فمدي الشكل الطبيعي ده. ده كده اول ما بيتحط وشويه، واللمعه اللي فيه دي هتهدى خالص، اللمعه حتى فيه مش كتيره. بس انا عايزه اوريكم التغطيه بتاعته وشكله طبيعي جدا على البشره. النمش اللي عندي هنا يعني خفى معظمه بنسبه كبيره جدا، عشان كده مفيش اي حاجه. وده بالفاونديشن المات، ملمسه خفيف جدا على البشره، مش بتحسي بيه نهائي ولا كانك حطي حاجه على بشرتك، وبيقعد بجد بال6 و7 ساعات. خليني دلوقتي اجرب لكم السكين فينيت ده على الناحيه الثانيه من بشرتي. السكين فينيت ده مكتوب عليه هايدريتنج فاونديشن، يعني فاونديشن مرطب، وبدل مكتوب عليه هايدريتنج يبقى ده للبشره الجافه والعاديه. وعايزه اقول لكم هو دلوقتي عشان انا شقلبته، بس هو ده يمكن اكتر فاونديشن من بتوع شي جلام انا بخلصه، ويعني تقريبا فاضل في حبه قد كده ولا حاجه، لان انا بحبه جدا. انا بشرتي مختلطه، التي زون عندي دهنيه شويه، وبقيت وشي عادي، وفي الجو بتاع دلوقتي ده الخريفي والشتوي وكده بستخدم الحاجات اللي دايما فيها هايدريتنج شويه، مش بتضايقني يعني. بصوا بقى ده راني ازاي بيجري على الايد، شايفين؟ غير التاني خالص. هاخد فرشه تانيه بقى، وزي ما قلت لكم ده كمان درجته ساند. انا دايما بحس الحاجات اللي هي بتبقى سايله اكتر زي كده، الفاونديشن ده مثلا زي ما بقول لكم هو هايدريتنج مرطب، فهو سايل، قوامه سايل خالص عن التاني، بحسهم بيخلي التغطيه، القوام بتاعه ده بيخلي التغطيه بتاعته اخف شويه، مش قوي، لان ده برده تغطيته حلوه جدا. يعني هنا النمش يمكن ما يبانلكوش في الكاميرا، بس انا باين عندي اكتر من الحته دي شويه. بصوا هنا ده شكله عامل ازاي على البشره، وبصوا ده عامل ازاي، ده جلوي اكتر بكتير من ده. لحد دلوقتي الفرق ما بينهم ان ده للبشره المختلطه والدهنيه، وده للبشره الجافه والعاديه، وتمشي شويه المختلطه. تستخدميهم امتى دول؟ ده بقى حسب اللي انت عايزاه من الفاونديشن. لو انت بشرتك ما فيهاش مشاكل، يعني انا الحمد لله احب اعتبر بشرتي ان هي ما فيهاش مشاكل قويه، يعني وانس ان انا استخدمت حاجه يعني تغطيتها متوسطه بيبقى كافي جدا بالنسبه لي، فانا ده ممكن استخدمه في مناسبه عادي. لكن لو انت بشرتك فيها مثلا مشاكل اكتر، ممكن ما ينفعش معاكي في المناسبات. ده لو في مثلا مشاكل قويه وظاهره جدا، يعني عشان ما تقعديش تزودي من طبقات فالفاونديشن في الاخر يقلب كيكي. ده ينفعك بقى لو انت شغلك بتضطري تحطي فيه مثلا فاونديشن لخروجه بالليل. هنا لو انت بشرتك مختلطه او دهنيه جيبي ده، ولو بشرتك جافه او عاديه هاتي ده، ما تتردديش. بعد كده الباودر فاونديشن دي، ودي هتكلم عليها لوحدها دلوقتي لسبب. اولا الباودر فاونديشن دي اسمها سكين فوكس هاي كفرج باودر فاونديشن، بدل فاونديشن على شكل باودر، فده بحت للبشره الدهنيه ولو ممكن مختلطه، بس بحيث ان انت تبقي بشرتك مختلطه والباقي عاديه، مفيش جزء جاف، مفيش فيه قشور، الكلام ده كله عشان تنفع معاكي، لان هي باودر بس. فاي تكستشر في الوش او في اي يعني قشور، الكلام ده يعني قصدي، هتبينه جدا. فدي لو انت بشرتك دهنيه جدا وبجد بتحتاجي الباودر اكتر من اي حاجه سايله، يبقى دي ليكي اكيد، خصوصا ان الباودر دي فعلا جميله، تغطيتها عاليه وملمسها ناعم على البشره، وبرده مش بتحسي بيها. يعني الباودرز ممكن تحسي بشرتك ان هي مشدوده مطربه حاجه كده، دي مش كده خالص. بس برده اهم حاجه ان انت تبقي مرطبه وشك قبلها كويس جدا. الباودر دي بالنسبه لي انا ليها 3 استخدامات او 3 طرق.
اولهم ان انا استخدمه فعلا كفاونديشن تغطيته عاليه على وشي، فانا هاخد الباف دي عاديه دلوقتي كده وهي مكانها الباودر دي. فقشطه يعني. الدرجه اللي انا بستخدمها اسمها اي كورن، ودي يمكن احسن درجه في الباودر دي لقيتها مناسبه ليا. ففي النص ده هستخدمها كفاونديشن على وشي كله بحيث ان انا اخد منها تغطيه عاليه. بصوا انا حتى هطلع بيها تحت عينيا من غير ما استخدم كونسيلر، لان انتي برضو لو هالاتك مش قويه او حاجه ممكن ما تحتاجيش اساسا انك تستخدمي كونسيلر. بصوا كده الفرق ما بين شكل بشرتي هنا التغطيه عامله ازاي وما بين هنا. تاني استخدام بقى، وده الطبيعي اللي ممكن نستخدمه كلنا، ان انتي تستخدميها كفينيشنج باودر. يعني انتي بتحطي فاونديشن مثلا ليكويد عادي وحاجات كريمي فوق بعض وبتاع، وهتيجي بعد كده بقى عايزه تثبتي، عايزه اماكن تعملي لها هايلايت، تثبتي الفاونديشن بيها كله، هتزود التغطيه بتاعه الفاونديشن الكريم اللي انت حطاه. ايه الطريقه بقى انا بحب استخدمها جدا بيها، ودي هوريها لكم حالا. هاخد فرشه زي باودر كده، او دي تقريبا برونزر، بس يعني اي فرشه فلافي وكبيره كده. دي بقى لو انا عايزاها لحاجه يوميه، اللي هو انا مش عايزه اداري بشرتي يعني، بس يبقى موحده اللون كده على خفيف، فباخد منها كده من الباودر وببدا اعمل كده على بشرتي. دي طبعا زي ما بقول لكم مش بتدي تغطيه عاليه، بس بتدي توحيد لون كده بيعجبني جدا. ولو مستعجله بقى، اصل الموضوع ده بصوا هيخلص في 5 دقايق، يعني 5 دقايق ايه، دقيقه واحده. بصوا ما خفتش معالم وشي ولا حاجه، ولا في تغطيه عاليه، بس وشي كده بقى موحد وشكله ناعم، ومش باين اصلا اني حاطه باودر، يعني مش باين خالص ان انا حاطه باودر. شكلها كده بيبقى حلو جدا لو حاجه يوميه، خطيره. ودي حاجه انا جربتها بالصدفه البحتة، يعني كنت مستعجله مش عارفه كنت رايحه فين، ورحت ماسكه فرشه واخداها وعامله كده وخلاص، ومن ساعتها وهي عجباني جدا. بصوا بقى كمان بعد ما برش عليها فيكسنج سبراي بس، وسيبي بقى بشرتك تهدى كده لوحدها، شكلها طبيعي جدا، ولا كانك حاطه باودر ولا اي حاجه، ومع ذلك مغطيه وخفيفه، تحفه تحفه. انا عارفه انا كل ده بكلمكم انا مش بحط على جبهتي، لان انا عماله امسح واشيل واحط، فمش لازم احط على جبهتي كمان. بس انا من وجهه نظري انا مش عارفه هل دي تنفع لوحدها في مناسبه ولا لا. دي بالنسبه لي لو هتستخدميها كده او كده، فهي عايزه حاجه مثلا خروجه، يعني كده مثلا لو خروجه شغل بتاع، هنا دي حاجه يوميه الصبح كده يعني. لكن لو مناسبه دي استخدميها فوق الفاونديشن بتاعك، هتعلم التغطيه زي ما قلت لكم، وهتثبته اكتر، والفينش بيبقى ناعم جدا كانه فلتر، خطيره لبشرتك دهنيه. اخر تو فاونديشنز بقى، ودول هستخدمهم مع بعض، يعني كل واحد فيهم على نص من وشي، عشان انا شايفاهم يندرجوا تحت نفس الموضوع كده. اول واحد فيهم الشي جلام بالم، وده اسمه سكين فلوانسر فول كفرج فاونديشن بالم، والتاني طبعا اللي هو السكين ماجنت هاي كفرج فاونديشن ستيك، وده اخر حاجه نزلتها شي جلام في الفاونديشنز. الدرجه اللي هستخدمها في التو فاونديشنز دول اللي هي باتر سكاتش، والاتنين درجتهم تقريبا مظبوط عليا. ده بصوا شكله من جوه بالم كده، لان هو اساسه واكس، فهتلاقوه مثلا في الجو الشتوي بينشف وفي الصيف بيسيح شويه، عشان كده هتلاقوه حتى متحرك جوه يعني. فانا هاخد من البالم ده كده شويه على ايديا. الفاونديشن ده تغطيته عاليه، وانا بشوفه يعني مناسبات بس، يمكن ده تقريبا اعلى تغطيه فيهم كلهم. البالم ده والماجنت الاثنين متصنفين ان هم لكل انواع البشره، او حتى هم على الويب سايت مش قايلين دول لبشره دهنيه ولا بشره جافه، لان الاثنين دول بيبقوا الملمس بتاعهم اللي هو بيتقال عليه سوفت فوكس، بمعنى ان هو مش بيبقى جلوي قوي زي الحاجات الهايدريتنج بتاعه البشره الجافه، ولا بيبقى مات قوي زي الحاجات بتاعه البشره الدهنيه، بيبقى حاجه في النص كده. فالفاونديشنز اللي زي كده بتمشي نوعا ما مع كل انواع البشره، بس انا دايما بقول الحاجات اللي بتقال عليها لكل انواع البشره دي، لما تيجي للبشره الدهنيه لازم تثبتي وشك كويس، وممكن تستخدمي كمان قبليه برايمر بتاع المسام، او اللي هو اويل كنترول ان هو يتحكم في الدهون، وبعديه باودر برضو. هو مش فكره انه هيسيح ولا هيتحرك ولا بتاع، لا، بس انت هتلمعي زياده على مدار اليوم. يعني حتى الفاونديشن البالم ده مكتوب عليه هنا في الويب سايت ان هو هايدريتنج 4 من 5 كتقييم يعني، واويل كنترول او ان هو يتحكم في الزيوت 3 من 5، فهو هايدريتنج شويه اكتر ما انه اويل كنترول. ده بجد مناسبات، الفاونديشن ده مناسبات، بصوا الفرق. وكمان انا عماله اخد منه حتت صغيره، وبرده عماله ادمجها قوي على ايديا بالفرشه كده واوزع، بس مع ذلك خفيف جدا كملمس، انا برده مش حاسه ان انا حاطه اي حاجه على بشرتي. اما بقى ده اللي هو السكين ماجنت فاونديشن ستيك، ده اخر حاجه نزلت زي ما بقول لكم،
يمكن ده نفس الكلام شوية عن زي اللي هو البالم ده، هو بيجي كده على شكل ستيك، وده عايزة منه تغطية قليلة، مش هتحطي بالمنظر ده كده، هتحطي كام واحدة بس وتدمجيه، هيديكي تغطية كده خفيفة متوسطة يومية نوعا ما. عايزة منه بقى تغطية كاملة اعملي كده. الفاونديشن ده رائع رائع، شكله على البشرة يجنن. انا مش عارفة اقول لكم على مين فيهم شكله احلى على البشرة، ان هما بجد كلهم حلوين، ودي حاجة انا بحسها نادرة قوي في براند ان هي تحقق المعادلة دي في كل الفاونديشنز بتاعتها. بس هو زي ما بقول لكم حسب انتي استخدامك، وحسب انتي عايزة الفاونديشن يعمل ايه، يغطي ايه، وهتستخدميه فين، ونوع بشرتك طبعا. بصوا مش عارفة ممكن يكون باين لكم ولا لا، بس مع اني بقول لكم ان ده برضو تغطيته عالية، بس ده نوعا ما نوعا ما على خفيف. هنا لسه فيه هنت من التنت باين شوية عن هنا، هنا خفى كل حاجة، وهنا كمان انا ده حاسة ان هو جلوي شوية اكتر من ده. ده يمكن انا شايفاه رايح لحتة الجافة والعادية والمختلطة في الجو الشتوي ده اكتر من انه يبقى لكل انواع البشرة، فانا يمكن الاتنين دول شايفاهم مناسبات اكتر، والاتنين تخطيطهم قريبة من بعض. البلمة اعلى شوية لسبب برضو ان انا حساه ماتيفاينج او مات اكتر من الناحية دي. ففي المناسبات لو انت عايزة حاجة تخطيطها عالية وتقيلة او يعني بتخفي فعلا كل حاجة، ممكن ارشح لك ده لو بشرتك دهنية اكتر شوية من ده. ده خليه مثلا لو بشرتك جافة وعادية ومختلطة اكتر. خلي بالكوا بس في الفاونديشن ستيك بتاع شي جلام ده اللي هو السكين ماجنت، انا حاسة ان في كل درجاته افتح من بقية الحاجات. يعني دول مثلا الاتنين دول الاتنين ساند حرفيا، لو يعني انا حطهم جنب بعض ما يبانش ابدا ان انا حاطه نوعين فاونديشن مختلفين. الدرجات كلها زي بعض تقريبا، ما عدا في السكين ماجنت لسبب ما انا بحسه بيبقى افتح من الباقي. ممكن يكون هنا باين لان هنا الاتنين باتر سكاتش، بس الدرجات هنا افتح شويه ومش بيأكسد، يعني هو بيفضل كده. فده يتظبط بقى عادي شويه بالكونتورنج او البرونزنج وكده. يعني انا ممكن اعمل ده معاكم دلوقتي، هاخد من سكين ماجنت برده، لان انا الحاجات مثلا زي البالم ده، البالم نفسه انا جايبه منه برده درجه غامقه لو هستخدمها كبرونزنج، والستيك ده لان الفورمولا بتاعتهم بتبقى نوعا ما شبه حاجات البرونزنج اللي احنا بنستخدمها، فبحبهم لكده يعني. فانا هاخد السكين ماجنت دي درجه اسمها كامل، واحط هنا وهنا، نحط شويه هنا كده، الدرجه دي حلوه جدا، لونها خطير. بالمره احط كونسيلر معاكم، انا مش ما عنديش اوبشن ان انا اقول لكم الكونسيلر ده ولا ده، انا حاليا ما بحبش الا الكونسيلر ده من شي جلام اللي هو اسمه كومبلكشن بوست، انا بحبه جدا، تغطيته عاليه وثباته حلو قوي ودرجاته فظيعه يجنن، اللي هو فيه الكاشن دي من فوق كده. الدرجه اللي بستخدمها ايكورن، درجته تجنن. بس كده ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب الفيديو يكون فاتكم وعرفتوا تكونوا فكرة كده عن الفاونديشنز دي وايه انسب حاجة ليكم. واكيد انا متأكدة ان في كتير منكم جرب اوريدي الفاونديشنز بتاعت شي جلام، يا ريت تقولوا لي انتوا جربتوا ايه ونوع بشرتكم ايه والفاونديشن كان عامل معاكم ايه، فعرفوني كده استفدتوا ولا لا تحت في الكومنتات. يا رب اكون عرفت اوصل لكم الفرق ما بينهم كلهم. وبس كده بنات الفيديو يكون خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم وفاتكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، ودوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمه سبسكرايب عشان يجيلكم اول ما انزل اي فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، شكرا. وما تنسوش تعملوا انا قلتها مره ثالثه وخبط تاني هزعل قوي. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.